كم أنت قاسية يا كرة القدم، فأعطت المنتخب الأردني على مدار البطولة أعطته كل شيء، ولكن اليوم المنتخب الأردني لم يعطي كرة القدم أي شيء حتى أن يتوج بكأس أمم آسيا 2023. ولكن الفرحة قطرية، وهارد لك لمنتخب الأردن، وهارد لك لجماهير الأردن، ولكن الفرحة عنابية، الفرحة قطرية، كأس آسيا 2023، قطر 2023، المنتخب القطري يتوج بكأس آسيا 2023 المقام في قطر، المقام في الدولة القطرية الدولة العربية. ولكن منتخب قطر، أكرم عفيف الساحر، عفيف أكرم عفيف فعل كل شيء، فتوج بالبطولة وتوج بالهاتريك ليصبح هداف البطولة. أكرم عفيف شال المنتخب القطري ووداء إلى النهائي وخده وهيرفعوا الكاس كمان دقايق، ولكن مبروك مبروك للمنتخب القطري، وهارد لك للمنتخب الأردني اللي كان مستواه النهاردة في أرض الملعب مش هو اللي تقدم قدام كوريا الجنوبية، ولا بالتنظيم ولا بالأداء، ولكن هو منتخب رائع جدا وجيل قادم بالكرة الأردنية إلى القمة وإلى البطولات وإلى منصات التتويج، أن يصل إلى كأس إلى نهائي كأس آسيا 2023 في وجود كوريا وإيران ومنتخبات كتيرة. هو المنتخب الأردني يستحق التصفيق ويستحق كلمة هارد لك بعد الأداء المشرف اللي قدموه طوال البطولة. ومنتخب قطر العنابي للمرة الثانية على التوالي بطل كأس آسيا 2023 بعد الفوز على المنتخب الأردني 3-1 في مباراة مليانة الفنيات والتكتيك الرائع جدا من المدير الفني للمنتخب القطري، والتنظيم الرائع جدا للمنتخب القطري، والأداء اللي يعني اللي ممكن نقول عليه مش هو الأداء اللي كان منتظر من المنتخب الأردني في مباراة زي دي، مباراة نهائية. فخلينا نبدأ الحلقة بتاعتنا ونتكلم عن كل تفاصيل المباراة وكل اللي حصل في نهائي كأس آسيا 2023 وتتويج المنتخب القطري بالكأس للمرة الثانية على التوالي. فيلا بينا نبدأ الحلقة بتاعتنا، ولكن قبل ما نبدأ خليك في الملعب دايما مع ملعب فتحي، حط حالا بالا فعلا لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك، وحط سبسكرايب في القناة، عايزين نوصل القناة ل 3000 مشترك، مش ناقص غير 150 مشترك. فيلا بينا نوصل القناة ل 3000 مشترك، ويلا بينا على حفلة قطرية. طيب خلينا كده في البداية متفقين ان المنتخب الأردني ما قدمش المستوى اللي كان منتظر منه في مباراة زي دي، مباراة نهائي كأس آسيا قدام المنتخب القطري اللي هو عنده جيل رائع جدا وجيل ممتاز جدا من اللاعبين، وعلى رأسهم الساحر أكرم عفيف، وكمان الحارس المرمى الرائع جدا اللي شال بدل الهدف 2 و3. فجيل كان متكامل جدا من المنتخب القطري قدام جيل صاعد، جيل بيحلم ان هو ياخد الكرة الأردنية يوديها لمكان بعيد جدا، ووجودهم على منصة التتويج في نهائي كأس آسيا 2023 كأنهم هم الوصيف، وصيف البطولة، وصيف كأس آسيا 2023. فبطولة رائعة جدا، بطولة ممتازة جدا، بطولة قدموها المنتخب القطري بشكل رائع جدا، بشكل ممتاز وجبار جدا من المدير الفني للمنتخب الأردني حسين عموت المدير المغربي، وكمان من اللاعبين الرجال. المنتخب الأردني قدم ما لديه وعمل اللي عليه، ولكن النهاردة ما قدمش المستوى اللي كان منتظر منه علشان يتوج بالبطولة. فالمنتخب القطري قدم كل ما لديه، وقدم المستوى اللي هو كان منتظر منه، وقدم المستوى اللي يجيب له البطولة، وحصل على 3 ضربات جزاء سجلهم أكرم عفيف وحصل عليهم أكرم عفيف. ولكن بطولة رائعة لابد أن تسجل باسم هذا اللاعب الساحر أكرم عفيف. أكرم عفيف سجل الكثير من الأهداف، هو هداف البطولة. أكرم عفيف صنع الكثير من الأهداف. أكرم عفيف شال المنتخب القطري وأداه للنهائي، وهو النهاردة هيرفع الكاس وهيبقى هو من هو يعني ابرز حاجه في المنتخب القطري، وابرز حاجه خلت المنتخب القطري يتوج اليوم قدام المنتخب الاردني بعد ان تحصل على 3 ضربات جزاء وسجل ال3 ضربات جزاء. حقيقه خلينا اقول لك ان ضربه الجزاء الثالثه اللي هو كان فيها في الاول شك ان هي اوفسايد، رجعوا للفار وقال ان هو مش اوفسايد، ولكن ضربه الجزاء يعني اتحسبت على اساس ان الحارس تدخل، ولكن بكل صراحه وبكل امانه وانا ما شفتها قلت عليها كده، حارس المرمى المنتخب الاردني هو كان داخل على الكوره لان الكوره طويله عن عفيف، عفيف لمسها وجي يعدي من جنبه غصب عنه، الحارس عمل كده ووقف مكانه، اتصلم مكانه على ركبه، ما قدرش ان هو لا يروح يمين ولا يروح شمال. فالمنتخب القطري قدر، او اكرم عفيف قدر ان هو يتعرقل وقدر ان هو ياخد ضربه جزاء ثالثه. ولكن ضربات جزاء انا مش ماليش في التحكيم قوي، ماليش ان انا اتدخل في التحكيم، بس هم 3 ضربات جزاء من وجهه نظري. الضربه الثالثه ما تتحسبش في ظروف زي دي، او ما تتحسبش اصلا، لان الحارس ما عملش التاكلنج على اللاعب، هو الحارس ثبت مكانه
واللاعب اتعرقل فيه، ولكن ثلاث ضربات جزاء وسجلوا، وهم الثلاث اهداف اللي سجلوا عن طريق اكرم عفيف بالثلاث ضربات جزاء هاتريك في مباراه نهائيه، يبينوا لك قد ايه ان هو لاعب مش اي لاعب، هو لاعب جبار، لاعب فنان، لاعب ذكي، لاعب مهاري، لاعب مخلي ميزان المباراه النهارده مايل لكفه المنتخب القطري، لاعب مخلي ميزان فريق كامل مايل وطابب، مخلي ميزان فريق كامل هو الاعلى من الفريق الثاني، لاعب واحد بيفرق معاك في المنظومه، لاعب واحد لما بتوفر له اي شيء بيفرق معاك في المنظومه، وقدر ان هو يفرق النهارده، وقدر ان هو يخلي المنتخب القطري بطلا لكاس اسيا 2023، وقدر المنتخب القطري بقياده الهيدروسي وبقياده اكرم عفيف الساحر ياخدوا البطوله وياخدوا كاس اسيا 2023. مبروك للعنابي، مبروك للمنتخب القطري، مبروك للجماهير القطريه، هارد لك لمنتخب اردن اللي اتكلمنا عنه في بدايه الحلقه، هارد لك لحسين عموت اللي قدم بطوله رائعه جدا، هارد لك للعيبه الاردنيه الرجاله الاردنيه، وهارد لك للجمهور الاردني، ولكن المنتخب القطري قدم كل ما لديه علشان ياخد البطوله دي. المنتخب القطري حافظ على لقبه وعلى المره الثانيه على التوالي قدر ان هو يتوج بكاس اسيا 2023 او للمره الثانيه على التوالي، فهو بطل كاس اسيا، بطل اسيا على المنتخب القطري. المنتخب القطري اللي قدم اداء رائع جدا النهارده تنظيميا دفاعيا هجوميا، قدم اداء بكل شيء رائع جدا في ارض الملعب النهارده، وبالدليل ان اكرم عفيف النهارده كنت في الكوره لما تبقى الكوره على المنتخب القطري كنت بتشوف ان اكرم عفيف هو اول مدافع بيوصل ان هو يكون في الدفاع مع الباك بتاعه او الباك اللي تحتيه، بيوصل ان هو يكون هو المدافع الاول وبعد كده بيتحول سريعا وبيكون المهاجم الاول لما تكون الكوره معاهم، فتحولات دفاعيه وهجوميه بشكل رائع جدا وممتاز جدا من المنتخب القطري، ادت ان الفريق قدم مباراه بتوازن رائع جدا، وقدم مباراه بشكل ممتاز جدا قدام المنتخب الاردني، وقدر ان هو يمتص حماس لاعبي المنتخب الاردني، ولكن هو الحماس ما كانش موجود شويه النهارده لان اللعيبه برضك زي ما تقول قله الخبره ما اثرت بشكل كبير جدا، انت بتلعب مباراه نهائي زي ده لاول مره في تاريخك، فحاجه مش سهله، حاجه صعبه بصراحه، ولكن فعلوا كل شيء في المباريات الماضيه، النهارده ما قدروش ان هم يقدموا. في الشوط الثاني تحول الاداء شويه، المنتخب الاردني افضل شويه من الشوط الاول، وصل اكتر من مره على مرمى المنتخب القطري، ولكن الحارس القطري قدر ان هو يشيل بدل الكوره اثنين وثلاثه وابرزهم الباكورد اللي اتعمل وعمل عليه تراي جامد جدا وشالها، وبعد كده كوره من الناحيه اليمين شالها برده، فكذا كوره شالها حارس المنتخب القطري، خلت المنتخب القطري ليه الافضليه ان هو يكسب بالمباراه دي، ولكن النهارده شابوه 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 للمنتخب القطري، وهارد لك بكل مصداقيه للمنتخب الاردني اللي قدم بطوله رائعه جدا، وجه النهارده ما قدرش يقدم بسبب قله الخبره عند اللاعبين وبسبب حاجات كتيره جدا ما توفرتش في المنتخب القطري، وعيني بتروح كتير كده شويه لان هنا شغال قدامي مراسم التتويج، تتويج منتخب قطر وتتويج الوصيف منتخب الاردني الرائع جدا، فهارد لك للمنتخب الاردني، مبروك للمنتخب القطري، مبروك لجماهير المنتخب القطري، حط حالا بالا فعلا سبسكرايب القناه وخلي القناه توصل ل 3000 مشترك، وحط لايك للفيديو وخلي الفيديو يوصل ل 100 لايك، اوعى تخرج من الملعب وخليك دايما مع ملعب فتحي، دمتم في امان الله.